أول للناس وشميلين هيك يعني يحكي إنه يرفع معنويات الشباب كلهم يصحوا إنه إحنا ناشنا هيك يعني يحكي. والله الواحد يعيش في مخيم مأساة كل يوم شهيد فيش حزن يعني مش بس في المخيم برا المخيم جديد بس مخيم شرطات احنا مش بس في المخيمات فلسطين احنا بنعيش يعني مش هالحياة اللي عايشينها.